بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم ويسعدني أن أكون معكم معلقكم الرياضي كابتن أحمد عبد الراضي على قناة النادي الأهلي. فريق كبير، فريق عظيم، أديله عمري وبرضه قليل. والتعليق على أول مواجهات البيست أوف 3 سيدات النادي الأهلي وسيدات الطيران، التشكيل والأرقام. هبدأ بسيدات النادي الأهلي: رقم 2 فاطمة ياسر كيدو، رقم 4 ميرال أشرف، رقم 7 نادين السلعاوي، رقم 10 كابيتانو النادي الأهلي دينا عمرو، 12 رضوى محمد، 14 فريدة وائل، 15 رنيم الجداوي، 40 حبيبة بيكو، 44 يارا أسامة، 99 جايدة خالد، وهنا حتحوت رقم 22، و10 ملك الألفي. طبعا أكيد الجمهور هيسأل فين سوريا. هقول لك سوريا لسه راجعة من إصابة، كابتن طارق فضل انه يريحها، وان شاء الله هي نزلت تمرين امبارح وتلعب باذن الله يوم السبت باذن الله. تشكيله نادي الطيران النهارده: رقم 1 شهد احمد، رقم 2 مريم وائل، رقم 4 جنى محمد، 5 هنا خيط، 6 فريده كريم، 10 لوجي ربيع، 11 فاطمه جمال كابتن الطيران، 14 مروه الغنام، 15 يارا، 44 نورهان، 77 نيرة محمد، و99 محترفة نادي الطيران شونا كولينز. بسرعة كده هقول لكم النهاردة بيغيب عن الأهلي، قلت لكم سوريا للإصابة والعودة بإذن الله المباراة القادمة. أدي كده الكادر فيه كابتن إيهاب الألفي ونجمة النادي الأهلي ملك الألفي، إن شاء الله كده ترجع بألف سلامة للنادي الأهلي. ويغيب عن النادي الأهلي أيضا النهاردة نجمته تمارا نادر السيد، عندها إجهاد من مباريات العشرين سنة، كانت لسه لعبة مباراة الظهور، وكابتن طارق فضل النهاردة يديها راحة، ولكن هي مقدمة مباراة ولا أحلى ولا أروع، وخدت أفضل لاعبة والإم في بي إيه، لكن كابتن طارق النهاردة بيريحها. النهاردة مواجهات البيست أوف 3، وهحكي لكم الحكاية ماشية إزاي. النادي الأهلي بيقابل نادي الطيران، سبورتنج النهاردة بيقابل جزيرة الورد، الجزيرة بيقابل التوفيقية، سموحة بيقابل الشمس، هليوبلس والأولمبي، والاتحاد ومدينة نصر، والصيد والظهور، مصر للتأمين، والبنك الأهلي. دي مواجهات البيست أوف 3. هشرح لكم القصة في أول توقف. التشكيل: الجهاز الفني والإداري للنادي الأهلي: كابتن طارق خيري مدير فني، كابتن كريم إسماعيل مدرب عام، كابتن علياء محمود مدرب، كابتن ماجد مسلمي مدير الفريق، أكرم الشرباجي محلل الأداء، نجاح ربيع نوجة إدارية الفريق، دكتورة مروة الحسيني طبيبة، دكتورة مي القاضي تأهيل نفسي، دكتورة ياسمين الكيلاني علاج طبيعي، وكابتن محمد علي عبد العزيز لياقة بدنية، كابتن إيمان جمال تدليك، ومحمد جمعة للمهمات. الإدارة التحكيمية النهاردة: محمد الأمير وكابتن السويسي، على الترابيزة هويدا الزيات ومعاذ عمرو وزينب الغنام وحبيبة بن عيسى. الإدارة الفنية نادي الطيران: كابتن عمرو عاشور المدير الفني. أدي في الكادر كده نجمتنا نيك سوريا، هي بتصوب عشان نطمن الجمهور عليها. هي الحمد لله نزلت تدريب امبارح وهي كويسة، ولكن الكابتن طارق زي ما قلت لك أو الجهاز الفني فضل يريحها علشان تكون جاهزة إن شاء الله في مواجهات السوبر القوية جدا جدا جدا. مواجهات البيست أوف 5 هنلعب النهاردة المباراة الأولى، المباراة القادمة إن شاء الله هتكون يوم السبت القادم مباريات العودة. في حالة التعادل هتقام مباراة فاصلة في ملعب الفريق الأول، هتكون يوم 2-1. بعد ما هنخلص مباريات البيست أوف 3 هنلعب على دوري ذهاب وعودة من 1-8 إلى ومن 9-16، هنلعب معهم ماتشات ذهاب وعودة. ولكن قبل ما نخلص هذه المباريات المركز السابع هيلاعب المركز العاشر، والمركز الثامن هيلعب المركز التاسع على السابع والثامن. خلاص حددنا من 1-8، هنلعب مباريات رايح جاي علشان ناخد من 1-4 الكبار، من 5-8 هيلعبوا الأربعة تحديد مراكز، ودورات الهبوط الأربعة الأخر هم اللي هيلعبوا على دوري الهبوط. ده شكل الدوري السوبر إن شاء الله نتمناه أهلاوي. ادي كابتن طارق خيري المدير الفني للنادي الاهلي، وابتسامه كده للعيبته تديهم الثقه قبل المباراه. خماسي النادي الاهلي شايف السلعاوي، شايف كابتن نادين عمرو،
رضوى ويارا وجايدة خالد. النهاردة كابتن طارق والجهاز الفني بيدفع بثلاثة ناشئين مرة واحدة، فاطمة ياسر كيدو وحتحوت ومعاهم ملك الألفي. ثلاثة كده كان قال لي الجهاز الفني قبل المباراة، احنا بنحاول ندعم بقطاع الناشئين. قبل كده كان في أكثر من لاعبة، والنهاردة بندي ثلاث لاعبين الفرصة على أساس إعداد لمستقبل النادي الأهلي بإذن الله. على بركة الله نبدأ اللقاء. ومحمد الأمير البداية باللون الأحمر النادي الأهلي، كابتن الأهلي دينا عمرو، واحدة لجايدة خالد كده كانت عايزة الفاول ما خدتش الفاول. يارا الطيران، أدي هجمة للطيران ودبل تيمينج للأهلي، دفاع مزدوج وصفارة من حكم الامير حاسب اوت للطيران. ماشي على التنفيذ فريده، وفريده لشاهد، شاهد مستنيه الدعم، حاطط تاني لفريده. الاهلي بيلعب دفاع 1-3-1، لسه بتفكر وحاططها كده لفريده، بس عديت على من دار. واعتقد كده زمن الهجمة خلاص، ادي يارا وادي واحدة من اخر الدنيا ولكن مع نهاية زمن الهجمة. والحيازة اهلاوية، نادين السلعاوي، رضوى، ورضوى حطتها لجايدة خالد، كابيتان الاهلي دينا عمرو. وادي كده الكرة نزلت الملعب، على طول هنوقف الملعب مفيش مشكلة. دينا عمرو السلعاوي، ماكينة الثلاثيات السلعاوي، ادي الاختراق كيك اوت، وادي واحدة لدينا عمرو على الثلاثية بتفكر ما بتجيش، والمتابعة للسلعاوي، السلعاوي كده لفة واثنين وحط الكيرة بشمالها برضه ما بتجيش، والمتابعة لكوك الدبس. شاهد لسه النتيجة حتى الآن من الفرقتين ما حدش سجل، والمتابعة ليارا، رضوى هجمة سريعة لرضوى، وادي الفاست بريك مش مظبوطة لسه، لسه الفرقتين بداية المباراة لسه ما سخنوش. لما هقول لك المواجهات اللي بين الاهلي والطيران هذا الموسم لعبوا ثلاث مرات، هقول لك في اول توقف. شاهد وشاهد واحده كده لثلاثيه ما بتجيش، والمتابعه لجايده خالد، احد قطاع، احد نتاج قطاع الناشئين في النادي الاهلي، جايده خالد، رضوى لجايده خالد، جايده ادي الاختراق من جايده ولكن مقطوعه، جابتها تاني لسه جايده، حاطط ليارا، يارا لرضوى، ورضوى على الثلاثيه ما بتجيش، والمتابعه لنادين السلعاوي، والسلعاوي لدينا عمرو، يارا ويارا الاختراق عملت فيك حلو قوي قوي وما بتجيش برضه لسه لسه. ادي يارا الطيران، توقي 8 دقائق ولسه النتيجه 0-0 حتى الان. شهد احمد، ادي الاختراق من شهد، عملت واحده ولكن قطعتها السلعاوي، وادي الفاست بريك اللي بيلعب عليه الاهلي، دينا عمرو كابتن الاهلي، واول نقاط اللقاء عن طريق دينا عمرو. اثنين الاهلي لا شيء الطيران، وادي دفاع ضاغط عامله كابتن طارق من اول الملعب، بصوا كده الاعاده افاده، ادي الفاست بريك هتشوفوه كتير قوي، الفاست بريك ده اللعبه دي هتشوفوها كتير قوي لان ده تكتيك بيلعبه الاهلي. وادي كره مقطوعه السلعاوي، يلا يلا ما بتجيش، والمتابعه لمصلحه الطيران. شاهد على التنفيذ، مريم وائل معاها رضوى، لسه لسه شاهد بتفكر، الحلول مش موجوده. يارا، يارا كانت بتلعب في جزيره الورد والسنه دي راحت الطيران، ادي يارا وادي واحده ثلاثيه كده ما بتجيش، والمتابعه للسلعاوي، وادي الفاست بريك لسه قايل لك عليه هتشوفوه كتير قوي مع دينا عمرو ولكن خالد فاول، اللعبه دي هتشوفوها كتير قوي في الجيم ده. اول ما الاستلام كده اواوي يحصل للاستحواذ على طول دينا عمرو بتاخد اوامر، اجري على الفاست بريك. ادي الفاول كده واضح جدا جدا وقرار مظبوط من حكام اللقاء، حكام اللقاء. دينا عمرو بتسجل النقطة الثالثة ليها. والحيازة لمصلحة الطيران. لا لمسة الخط واتحسبت اوت للنادي الاهلي. كابتن السويسي. ثلاثة الأهلي لا شيء الطيران، تبقى 7 دقايق
و8 من 10 من الثانيه. رضوى على التنفيذ، رضوى حطيتها للسرعاوي، اختراق السرعاوي حطيتها ليارا، ولكن في فاول على يارا. ادي اشاره الكابتن السويسي، فاول على يارا. طبعا هيتلعب من حد النهائي للاهلي. السرعاوي سكرين من يارا، دينا عمرو كابتن الاهلي، دينا ادي السكرين، دينا بتفكر في الثلاثيه ما شطتش، جايدة وادي كده استلام من يارا ونهايه زمن الهجمه. لا مقطوعه، هجمه سريعه للطيران، مريم وائل وقفت على كورتها، معاها رضوى كده لازم تعطل الهجمه، بخبره كده رضوى عطلت الهجمه. والحيازه اهلاويه، السرعاوي نادين السرعاوي، عدد السرعاوي وقفت على كورتها، جايدة على الثلاثية، يلا بقى يا جايدة بقى ما بتجيش، والمتابعة ليارا. كابتن محمد الأمير حاسب ممكن تكون يارا لسه على الخط. فريدة على التنفيذ وفريدة النيرة، ودفاع ضغط من الأهلي عامله من أول الملعب فول كورت. كوك الدبس مفيش استلام، السرعاوي الاختراق، كيك اوت لميرال اشرف، وميرال كده للكابيتانو الاهلي دينا عمرو ما بيجيش، والمتابعه اهلاويه. ادي رضوى وادي الاختراق شكله حلو قوي قوي قوي، وبتسجل رضوى. كابتن طارق نزل ميرال ونزل السد العالي رنيم الجداوي. خمسه الاهلي لا شيء الطيران. كوك الدبس الاهلي بيلعب مان تو مان، واضح جدا غير دفاعاته كابتن طارق. مريم وائل السرعاوي ودبل تيمينج للدبس تاني، زمن الهجمه خلاص على الطيران. ادي واحده كده الاختراق، واحده بشمالها، والمتابعه للسرعاوي والفاست بريك. ادي السرعاوي عدت راحت ميرال اشرف على الثلاثيه، بتسجل اول ثلاثيات اللقاء عن طريق ميرال اشرف نجمه النادي الاهلي. ادي هجمه للطيران فريده، وفريده ما بتجيش، والمتابعه لميرال اشرف. وميرال واحده كده لرنيم الجداوي، الاختراق من رنيم ولكن مخالفة المشي بالكرة. رنيم كده بتكلم الكابتن محمد بتقول له يعني القرار مش موافقة طبعا. ادي ميرال وادي الثلاثية الجميلة، الالتزام والاحترام والجدية ميرال اشرف. ادي واحدة مقطوعة لرضوى، رضوى حاططها لدينا عمرو، دينا عمرو وقفت على كورتها واخدة فاول. دينا عمرو مسجله حتى الان 3 نقاط، وميرال اشرف 3 نقاط. رميتين لدينا عمرو، بتسجل الاولى. وبتضيع الثانيه، والمتابعه لرنيم الجداوي. رنيم الجداوي ادي بشمالها كده بتسجل اول نقطتين الجداوي، واخده فاول. رميه اضافيه لرنيم الجداوي، السد العالي. 11 الاهلي لا شيء الطيران، 5 دقائق و7 من 10 من الثانيه. الجداوي بتسجل رميه اضافيه، وادي الدفاع الضاغط من اول الملعب عامله الاهلي، ولكن كده تغيير للدفاعات واضح جدا النهارده. كابتن طارق شاور لهم ارجع هنلعب دفاع المنطقه. فعلا ادي يارا، يبقى كده كابتن طارق بيغير في دفاعاته ممكن كل هجمتين ثلاثه. طبعا اكيد كابتن طارق النهارده والجهاز الفني النادي الاهلي بيحاول بقدر الامكان يجهز فرقته علشان دوري السوبر، طبعا دوري السوبر القوي. ادي واحدة من شهد على الثلاثية ما بتجيش، كوك الدبس المتابعة. الجداوي رنيم الجداوي 3-1، الجداوي فين الباصة؟ حطت ليه كابيتانو دينا عمرو واخدة الفاول. فاولات نادي الطيران كتير قوي.
12 الاهلي لا شيء الطيران. حتى الان الطيران لم يسجل في النادي الاهلي. لسه الطيران. دينا عمرو بتسجل الاولى وبتسجل الثانيه. دينا عمرو. هقول لك المواجهات بتاع الاهلي والطيران في اول توقف. هم لعبوا ثلاث مباريات قبل كده. لعبوا مباراتين في دوري المرتبط ولعبوا مباراه في دوري منطقه القاهره. نيره واخده سكرين من الدبس. الدبس الاستلام بعد ما عملت كده بيك اند رول معاها قطعه كده الجدا. وادي الفاست بريك قايل لك هتشوفه كتير قوي النهارده، بس المره دي مع رضوى بتسجل. 15 الاهلي لا شيء الطيران. شهد وشهد النيره ونيره كده، ولكن اوت سايد لمصلحه النادي الاهلي. يارا ويارا كده المسافات المتوسطه قصيره. السلعاوي المتابعه. ميرال اشرف وميرال اشرف لراد وادي الفاست بريك ولكن مقطوعه المره دي. معلش يا راد هتتعوض. فريده تحت السله لكوكي الدبس وكوكي لفريده هوائيه. 3 دقائق 43 ثانيه والتقدم والتفوق باللون الاحمر اهلاوي. 15 الاهلي لا شيء الطيران. رضوى الجداوي من الاشرف. ودي واحده كده تكتيك عامله كابتن طارق خيري علشان بيعمل سكرين ويفضي السلعاوي. استلمت وبتسجل. فريده كريم. نيره 17 الاهلي لا شيء الطيران. شهد ودي واحده نيره ثلاثيه ما بتجيش. والمتابعه لرنيم الجداوي. رنيم طالعه بالدريبل حطت للكابتن ودينا عمرو. ودينا عمرو ما بتجيش. والمتابعه للجداوي. الجداوي حطتها للسلعاوي والسلعاوي لميرال اشرف. السلعاوي استلم الثاني قطعت بشكل حلو قوي قوي وبتسجل السلعاوي نقطتين. مفيش احسن من اللعب الجماعي. الهجمه اللي فاتت دي فيها بساط من رنيم الجداوي والسلعاوي وقطعت واستلمت. اللعب الجماعي مفيش احسن منه. 19 الاهلي لا شيء الطيران. شهد وادي واحده اوت سايد. دفاعات الاهلي قويه. الطيران حتى الان مفكش اللغز. مفكش لغز الاهلاويه. ادي كابتن عمرو عاشور كده بيشاور او بيعمل تغيير بيحاول يفك لغز الاهلاويه. جانا محمد احد ناشئاتنا للطيران. رضوى الجداوي. ادي الاختراق من الجداوي حطت في اللوحه ما بتجيش. يارا المتابعه. فريده كوكي الدبس حطت ليارا مش مظبوطه. 21 الاهلي لا شيء الطيران. ادي السلعاوي والسلعاوي حطتها للجداوي. الجداوي الله عملت كده واحده كده لفت كده وسجل. عملت باك بيفوت عالمي. رنيم الجداوي لعيبه كبيره جدا. رنيم الجداوي 23 الاهلي لا شيء الطيران. نيره السلعاوي المتابعه وادي الفاست بريك للمره الخامسه لرضوى. سهله 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 بتضيعها رضوى. معلش ادي رضوى السلعاوي وقفت على كورتها بتسجل السلعاوي. ساعات كده لما تكون الكوره تكون سهله يا رضوى بيحصل اللي حصل معاكي عايز تضمنيها قوي فضاعت. وادي تايم اوت طلبه الكابتن عمرو عاشور المدير الفني للطيران بعد تقدم الاهلاويه 25 الاهلي لا شيء الطيران. عايز اقول لك ان الفريقين اتقابلوا هذا الموسم اتقابلوا ثلاث مرات. قابلوا في بطوله المنطقه الاهلي فاز على الطيران 105-29 سكور كبير جدا جدا جدا. في بطوله المرتبط الاهلي فاز على الطيران 85-20 في اللقاء الاول. اللقاء الثاني فاز 88-23. الاهلي النهارده بيلاعب الطيران لان الطيران حاصل على المركز ال15 بعد فوزه على جزيره الورد. فاز على جزيره الورد في المركز الاولمبي ملعب الطيران 54-53 وفي
الصوره طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي مع كابتن مودي الجرحي يشاهد المباراه من ملعب النادي الاهلي. الاستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي والدعم الكبير للنادي الاهلي. عايز اقول لك ان بعد مباريات الدوري المرتبط كان في اجتماع سحر دواء من كابتن النادي الاهلي محمود الخطيب رئيس النادي باللعيبه والجهاز الفني، وقال لهم كلام جميل قوي كان ليه مفعول السحر على النادي الاهلي. قال لهم انتوا السنه اللي فاتت عملتوا موسم قوي جدا جدا جدا، كل الدعم ليكم، كل الثقه ليكم. الاجتماع ده يا جماعه ادى راحه غير عاديه للبنات. بعدها البنات على طول كان معاهم مباراه مع الجزيره، حصلوا على دوري السوبر المصري وحصلوا على جائزه السوبر، وبعديها على طول بطوله منطقه القاهره لكره السله. كان فازوا على الجزيره في نهايه السوبر 72-42، وبطوله منطقه القاهره برضو النهائي كان امام الجزيره 70-35. جماعه مجلس الاداره بيريح كابتن محمود الخطيب في الوقت المظبوط، الاجتماع مع البنات عمل معاهم مفعول السحر. عوده لاحداث اللقاء 25 الاهلي لا شيء الطيران. يا ترى الطيران هيفك اللغز؟ حتى الان شايف حتى الطيران ما استعانش بالمحترفه بتاعته كولينز، ما نزلتش حتى الان. انا مش عارف كابتن عمرو شايلها، ممكن تكون في اصابه او اي حاجه مش عارف. عوده لاحداث اللقاء نيره. جانا محمد كوكي دبس، والاهلي بيلعب كده دفاع منطقه واحد كده صريح مقطوعه من ميرال. السلعاوي السلعاوي حطها لدينا عمرو، دينا عمرو كده باك لياب ما بتجيش، وانما السلعاوي عامله المتابعه وبتسجل نقطتين. 27 لا شيء طير. وادي فاطمه ياسر كيدو احد لاعبات 18 سنه بيدفع بيها الجهاز الفني للنادي الاهلي، لعيبه مميزه جدا عملت مباريات ولا احلى ولا اروع في دوري المرتبط. يارا ويارا واحده الجنة على الثلاثيه ما بتجيش، والمتابعه تحت السله لكوكي الدبس، واول نقاط الطيران 27-2. كوكي الدبس، فاطمه ياسر، كيدو، رنيم الجداوي، الجداوي حاطط لميرال اشرف، لعيبه مميزه جدا يا جماعه رنيم اشرف. ادي الاختراق من كيدو. ميرال اشرف التزام في التدريبات غير عادي، التزام في المباريات بطريقه يا جماعه بصراحه نموذج يحتذى به في الرياضه. ميرال اشرف، ادي ميرال اشرف على الثلاثيه، وقفت على كورتها، حاطط السرعاوي، نادين السرعاوي، وادي كيك اوت ليه ميرال، يلا 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 ما بتجيش، والمتابعه للسرعاوي. السرعاوي النهارده الله اكبر عليها، عامله متابعات كتير قوي. نادين السرعاوي نجمه كبيره يا جماعه، نجمه مصر ونجمه النادي الاهلي نادين السرعاوي. 27-2، متبقي 35 ثانية على الفترة الأولى، وكده يارا من نادي الطيران سلامات ليارا. بصوا كده دكتورة النادي الأهلي على طول وقفت كده على الجنب، لو احتاجوها ولا حاجة هتنزل الروح العالية من النادي الأهلي، ولكن طبعا مش من حقها تنزل لأن لو نزلت يبقى لازم في تغيير. أدي دكتورة الطيران يبقى هتنزل تغير فعلا. سلامات ليارا. هقول لك المواجهات النهارده ماشيه ازاي والتوقعات ماشيه ازاي برضو في اول توقف. يمكن المواجهات كلها معروف انها وان سايد جيم شويه مع احترامي لكل الفرق. نادين السرعاوي مستعجله بالضيعه الاولى. والحيازه لمصلحه نادي الطيران. فريدة وفريدة النيرة، واحدة الجنة، ونهاية أحداث الفترة الأولى والتقدم للنادي الأهلي 27-2.
لو اتكلمت. عودة لأحداث الفترة الأولى. أدي الأستاذ محمد المغازي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي مع كابتن مودي الجرحي نائب مدير قطاع الناشئين. فاطمة ياسر كيدو. فاطمة ياسر لسه بتحاول. فاطمة جالها طيارة بسكرين. فاطمة وفاطمة كده المسافات المتوسطة بتسجل أول نقاط ليها. فاطمة نجمة كبيرة إن شاء الله يا فاطمة. 29-2 الأهلي. فريدة وفريدة حطت لجانا وجانا ليارا أهي رجعت تاني بالسلامة. ودي واحدة المسافات المتوسطة ما بتجيش والمتابعة ليارا ويارا الميرال أشرف. ميرال فريدة وائل. فريدة ليارا تاني. ليارا بتدور على فاطمة ياسر. ادي فريدة وائل حطت واحدة كده مع يارا بتسجل نقطتين. طبعا فرق الامكانيات واضح جدا بين النادي الاهلي والنادي الطيران. 31 الاهلي 2 الطيران. جنى مريم وائل لجنى تاني لفريدة وفريدة لمريم. وادي واحدة بعيدة المدى ما بتجيش والمتابعة لكيدو وكيدو حطتها لفريدة وائل. ادي الاختراق من فريدة وادي كيك اوت لميرال. يلا بقى يا ميرال وميرال ما بتجيش. والمتابعة لحتحوت. ادي كمان هنا حتحوت احد بنات النادي الاهلي تحت 18 سنة. يارا بتجرب حظها كده على الثلاثية ما بتجيش. والمتابعة ليارا. فاطمة ياسر كيدو. وادي واحدة مقطوعة. نيرة عدت. نيرة لجنى وجنى على الثلاثية هوائية. ياسر وادي هجمة سريعة لميرال أشرف. ميرال وراح حطيتها لحتحوت وحتحوت واخدة الفاول. أنا حتحوت أحد نجمات مرتبط النادي الأهلي تحت 18 سنة. كان كابتن ماجد سلامة قال لي إنها من البنات الأساسيين عنده وبيعتمد عليها بشكل كبير جدا. ايضا بيعتمد عليها كمان في العشرين سنه. وادي كمان كابتن طارق بيدفع بيها للدرجه الاولى. حتحوت بالضاعه الاولى. حتحوت
والمتابعه ليارا، ولكن يارا دخلت بدري عشان كده كابتن السويسي الاوت سايد للطيران. فريده وفريده المريم وائل لنيره معاها حتحوت، مقطوعه من ميرال اشرف، وادي الهجمه السريعه، ادي فريده وائل، وادي الاختراق، وادي الفاست بريك بتسجل المره الثامنه. قلت لك الفاست بريك هتشوفه كتير قوي النهارده. 31 الاهلي 2 الطيران. نيره ونيره لسه بتفكر، حطيتها ولكن مقطوعه، هتحوت انا هتحوت واحده. ادي الفاست بريك سهله سهله سهله، يا نهار ابيض يا نهار ابيض بمنتهى الغرابه، يارا بتضيع ولكن بتصلح وبتسجل نقطتين. كور سهله يا جماعه، عايزينها من اول مره. 35 الاهلي 2 الطيران. مريم وائل، فريده، وادي دبل تيمنج اللي عامله الاهلي. في ترابات كده معموله، الجهاز الفني للنادي الاهلي بيعمل ترابات كتيره على دفاع الطيران. وادي واحده ثلاثيه بتسجل الثلاثيه الاولى للطيران. 35-5 كيدو، وكيدو تحت السله لميرال اشرف بدون دفاعات بتسجل. 37-5 مريم وائل، ومريم لفريده، ولسه الحلول مش موجوده عند الطيران. وادي واحده المسافات المتوسطه ما بتجيش. ميرال المتابعه، وادي الفاست بريك اوت على الاهلي، مش مظبوطه المره دي. ادي كده حديث من محمد الامين مع فريده كريم، بتقول له الماتش صعب علينا قوي النهارده يا كابتن. مريم وائل، شايف النهارده نجوم النادي الاهلي في ملعب اللقاء، كابتن طاهر رجب كده شايفه احد اساطير كره السله في النادي الاهلي، كابتن طاهر رجب، كابتن شريف علي، ادي كابتن طاهر رجب اهون، وخرجنا على طول كابتن احمد عادل، اسم كبير في عالم كره السله كابتن طاهر رجب. شايف كمان الكابتن شريف علي موجود ارض ايضا في ارض الملعب. مريم وائل بالضيعه الاولى. وبتسجل الثانيه و37 6 كيدو سكرين من يارا، عدت كيدو اختراق كده وحطت في لوحه ما بتجيش. والمتابعه ليارا، يارا مع يارا، انما جابتها جايده خالد، جايده، وجايده حطتها لفريده وائل على الثلاثيه ما بتجيش. والمتابعه ليارا، يارا كده النهارده مباراه ثنائيه مع يارا، حطتها لنيره. مريم وائل والدبل تيمنج اللي قلت لك عليه اهو، دبل تيمنج يعني دفاع باثنين على طول كده، الجهاز الفني للاهلي بيعمله كتير قوي النهارده. طبعا فرصه للمدربين بقى في مباراه البيست اوف 3 ان هو يجرب كل حاجه عشان اللقاءات الصعبه بتقرب واحده واحده. مريم وائل، نيره، اختراق من نيره، حطيتها لفريده على الثلاثيه بتسجل الثلاثيه الثانيه للطيران. 37-9 كيدو، فاطمه ياسر، جايده خالد، جايده، وادي اختراق من جايده، كيك اوت لفريده، فريده وائل لجايده على الثلاثيه، بتفكر في الثلاثيه ما بتجيش. والمتابعه لنيره، النهارده الثلاثيات عند الاهلاويه لسه مش مظبوطه. طبعا النهارده بقى لو قلنا الثلاثيات بيغيب عن النادي الاهلي النهارده نجمته ثريا، عندها كده اصابه في ايديها، ولكن الحمد لله بقت كويسه ونزلت تدريب، ولكن الجهاز الفني فضل يريحها عشان الماتشات اللي جايه. ادي جايده والاختراق، يارا عامله دفاع قوي، ادي كيدو، وكيدو لجايده بتسجل. تسع
39 9 30 نقطة أهلاوية. مريم وائل، أفكركم لقاء العودة إن شاء الله هيكون يوم السبت الساعة 6 في نفس الملعب، ملعب النادي الأهلي. نيرة، مريم وائل على الثلاثية، والمتابعة ليارا، ويارا الحتحوت، وحتحوت حطتها لجايدة. يا سلام على الباصة يا حتحوت، الباصة أحلى من الباسكت، وجايدة خالد في المكان المظبوط بتسجل نقطتين. 41 9 ادي الاعاده افاده. بصوا كده الاعاده، الباصه فعلا مظبوطه 100% من هنا حتحوت. نيره، ونيره لفريده، وفريده كده علقت كورتها ما بتجيش. جايده خالد 2 على 2 وقفت على كورتها، هتدي لكيدو. ادي كيدو على الثلاثيه بتجرب حظها. الله عليكي الله عليكي يا كيدو يا كيدو يا كيدو، بتسجل ثلاثيه ومعاها الابتسامه الجميله فاطمه ياسر. ادي كده اعاده فاطمه كده، والثقه يا جماعه، الثقه بالنفس فاطمه ياسر، والثلاثيه الثانيه للاهلاويه. واحد بيفرح قوي من تالق الناشئين. ادي الاختراق، وادي المتابعه من يارا، جابتها حتحوت. حتحوت هجمه سريعه حتحوت لفريده وائل. كابتن طارق بصوا بقى قال لكم ايه، بيقول لها ايه؟ بيقول لها طلعي الباصه من بدري، ملوش لازمه الدريبل الكتير. فعلا لو لو هنا حتحوت طلعت بعد اول دريبلايه كانت الهجم خلصت بدري بدري. ادي بصوا كده الباصه متاخره شويه. ادي الفاول لفريده وائل. بصوا كابتن طارق بيقول لها ايه؟ فريده وائل اختراق، لوحه بتسجل، عايزه الفاول بتسجل. فريده وائل احد نجوم النادي الاهلي. 46 9 نيره، جنى، لنيره تاني، وقفت على كورتها المسافات المتوسطه، والمتابعه الحتحوت. وادي فاطمه ياسر دربلايه 2 3 4. بصوا جايده واقفه فين يا جماعه؟ وبصى ليارا ولكن ما بتجيش. ادي ليارا على الثلاثيه، المتابعه من فاطمه ياسر، وادي مخالفه المشي بالكره. فكرت تفكيريا، الحيازه للطيران. ادي الاختراق الجميل من فريده وائل. لوجي ربيع وثلاثية لوجي، أول كده أول لمسة بتسجل ثلاثية لوجي ربيع. 46 12 كيدو، وكيدو لجايدة خالد، الاختراق من جايدة. هتحوت عاملة المتابعة ولكن ما بتجيش، جايدة جابتها تاني وسط صراع كده، خالد فاول جايدة خالد. جايده خالد برضه عامل مباريات روعه الروعه مع فريق 20 سنه الاهلي، وكان سبب في وصول 20 سنه الاهلي للدور النهائي، بنتمنى لهم التوفيق باذن الله. منطقه القاهره كره السله مع تماره نادر السيد، عملوا مباريات روعه الروعه. ادي جايده بتسجل الثانيه، امبارح النادي الاهلي فاز ببطوله القاهره تحت 16 سنه شباب بقياده الدكتور محمد مجدي ابو فريخه. الف مبروك للاهلاويه. ادي كيدو قطع الكوره، وادي لسه بتفكر في الفاست بريك ولكن مقطوعه من فريده. فريده 3 على 1 حطتها لجانا، لفريده تاني بتسجل. 47 14 كيدو. هتحط سكرين، الله ده ملك الالفي، ملك الالفي عمل البيك اند رول حلو قوي، ولكن برضه لسه فيها عندها خضه شويه من الدرجه الاولى. ملك الالفي اخت النجمه الكبيره جنى الالفي وبنت كابتن ايهاب الالفي. اوه ايه البلوك ده، ايه البلوك ده؟ هتحط كده عامله دفاع قوي مع يارا. الحيازه للطيران كده. كابتن طارق في الملعب بيلعب بثلاثة تحت 18 سنة، كيدو
وهنا حتحوت وملك الاسد. بسرعه كده هقول لكم تايم اوت طلبه الكابتن عمرو عاشور مدير فني الطيران. النهارده سبورتنج عنده مواجهه سهله مع جزيره الورد. الاهلي برضو على الورق وحسابيا وفارق الامكانيات مواجهه سهله مع الطيران. الجزيره مع التوفيقيه ايضا مواجهه سهله. وهليوبلس مع الاولمبي برضو الى حد ما مواجهه سهله. الصعوبه بقى فين؟ هقول لك الصعوبه في مباراه مصر التامين والبنك الاهلي، مباراه قريبه جدا من بعض، ومباراه الصيد والزهور، ومباراه الاتحاد ومدينه نصر. الثلاث مباريات دول فيهم كلام كتير جدا جدا، ولكن بقيه المباريات عايز اقول محسومه مع احترام لكل الفرق. قلت لك هنلعب دوري او بيست اوف 3، وبعد كده هنحدد من 1 لـ 8 ومن 9 لـ 16 المركز السابع، هيلاعب المركز العاشر، والمركز الثامن هيلاعب المركز التاسع، وبعد كده هنحدد البلوك الجميل. يا سلام عليك يا حتروت، ايه البلوك ده؟ هنحدد بعد كده من 1 لـ 8 هيلعبوا دوري رايح جاي، ومن 9 لـ 16 هيلعبوا برضو دوري رايح جاي، علشان ناخد الاربعه الكبار والاربعه اللي هيلعبوا على دوري الهبوط. الاربعه الكبار بقى يبداوا يلعبوا الدور النهائي ومواجهات البيست اوف 3، علشان نحدد بطل دوري السوبر ان شاء الله يكون اهلاوي باللون الاحمر النادي الاهلي. عوده لاحداث اللقاء. 47-14 كابتن طارق خيري بدا يريح لعبته. ادي الباص باونس باص كده من مران لفريده، وفريده بشمالها بتسجل. عوده لاحداث اللقاء. لوجي ربيع. مقطوعه كده من كوك الدبس واوت على لوجي. بقت دقيقه و15 ثانيه. كيدو فاطمه ياسر. اتزحلقت ولكن جابتها تاني وما بتجيش، وده نهايه زمن الفتره، نهايه الفتره الثانيه. واستاذنكم في استراحه قصيره على امل العوده الفتره الثالثه والرابعه. ابقوا معنا اصدقائي الاعزاء. عوده لاحداث الفتره الثالثه والرابعه من لقاء سيدات النادي الاهلي وسيدات نادي الطيران. انتهت احداث الفتره الاولى 27-2 اهلي، والفتره الثانيه 47-14. ادي هجمه للاهلاويه عن طريق فريده وائل. حبيبه بيكوا على التنفيذ. يحضر هذا اللقاء الاستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. فريده ادي الاختراق، عدت كده حطت بشمالها ما بتجيش، فالمتابعه لكوكي الدبس. مريم وائل معاها بيكو، نيره معاها رنيم الجداوي، ولفت كده لفه واثنين تغيير اتجاه. مقطوعه وفي فاول لرنيم الجداوي. سبعة واربعين اربعة عشر. وحديث كده ما بين حكمي اللقاء الامير ومحمد والسينوسي. هقول لك حكام اللقاء السويسي. حبيبي بيكو، وتغيير الاتجاه من بيكو. بيكو مقطوعه. كوكي الدبس. كوكي مريم وائل، وتغيير الاتجاه لنيره لمريم وائل، مش مظبوطه، جابتها تاني وائل برضو مش مظبوطه، تيرن اوفر. سبعة واربعين اربعة عشر اهلي. بيكو دينا عمرو. بيكو الالفي على الثلاثية، عملت فيك حلو قوي، وقفت المسافات المتوسطة ما بتجيش. المتابعة للجداوي، والجداوي ما بتجيش برضو.
والمتابعه لفريده وائل لسه لا خرجت اوت سايد. كابتن السويسي حاسب فريده لنيره نادي الطيران حصل على المركز ال 15 النادي الاهلي ثاني دوري المرتبط. ادي لوجي ولوجي حطتها لفريده ما بتجيش والحيازه اهلاويه 47 14 بيكو دي نعم بيكو تاني اشاره على الراس دي يا جماعه دي ده رقم تكتيك او خطه متفق عليها. السد العالي بتسجل نقطتين رنيم الجداوي نيره الدبس كوك الدبس تحت السله لفريده وفريده النيره على الثلاثيه بتجرب ما بتجيش والمتابعه اهلاويه لا الحيازه اهلاويه. فريده وائل بيكو وبيكو حطتها لدين عمرو الالفي ودفاع قوم الطيران للدبس لكن الالفي احد بنات الاهلي تحت 18 سنه. فريده وائل قطعت كورتها ولكن خرجت اوت سايد. لوجي فريده على الثلاثيه والمتابعه لدين عمرو كابتن الاهلي وادي الفاست بريك لفريده وفريده كده واحده بشمالها بتسجل 51 14 نيره مسافه المتوسطه والمتابعه لدين عمرو دينا وادي الفاست بريك ثاني بس المره دي للسد العالي والسد العالي كده باك لياب بتسجل مقطوعه من الجداوي مع الدبس وصفاره كده اعتقد حسب جامبولي الحيازه المتبادله. ادي الفاست بريك مع مخرجنا احمد عادل ادي الباك لياب من الجداوي عملتها بشكل حلو قوي برشاقه ومرونه الجداوي. الحيازه للطيران نيره يارا ويارا لنيره اختراق من نيره ومن تحت الدفاعات كده بتسجل بشكل حلو نيره 53 16 بيكو حبيبي بيكو رنيم الجداوي حطتها لدينا عمرو كابتن الاهلي ولكن في فاول لدينا عمرو بص الفاول ده على النيرة واضح جدا على النيرة بيكو حاطط لدينا عمرو سكرين من رني الالفي لدينا عمرو تاني الجداوي نفسها في ثلاثيه ادي الثلاثيه ما بتجيش والمتابعه لكوك الدبس ونيره كده اوت لمصلحه النادي الاهلي حطت ايديها فيها الجداوي خلت الكوره خرجت لمصلحه الاهلي. الاهلي مسجل رميتين ثلاثيه لكيدو ميرال 2 من 12 رميه الفتره الاولى والثانيه. بيكو ادي الاختراق كده وادي السلم الجميل من بيكو بتسجل يا سلام عليك يا بيكو عملتها بشكل حلو قوي قوي بيكو بتسجل نقطتين عدت كده من كل هربت من كل الدفاعات وبتسجل بشكل حلو قوي حبيبه بيكو شاهد الدبس مقطوعه للجداوي وادي الفاست بريك لكابتن الاهلي حطت باونس باص لبيكو بيكو عايز الفاول ولكن في المكان المظبوط
كابتن الاهلي بتعوض وبتسجل واخده رميه اضافيه. دينا عمرو، دينا عمرو السنه دي عامله موسم ولا احلى ولا اروع. كابتن النادي الاهلي فعلا التزام منها غير عادي. ادي الفاول اللي عايزاه بيكو، ولكن المتابعه لدينا عمرو بتسجل واخده رميه اضافيه. المتابعات الفتره الاولى والثانيه السلعاوي عامله 8 متابعات، يليها رنيم الجداوي 5. دينا عمرو رميه اضافيه ما بتجيش، والمتابعه من يارا او السايد لمصلحه الطيران. 55 16. ادي كابتن سويسي، وادي في الكادر كابتن ماجد سلامه وكابتن شريف علي احد رموز النادي الاهلي واللعيبه المميزين جدا. كابتن شريف علي، فريده يارا، يارا كده عدت بشكل كويس، ولكن دفاع قوي من فريده وائل. فريده لشاهد، وشاهد كده ما بتجيش، والمتابعه للالفي. بيكو، بيكو هتدي للجداوي، والجداوي قطعت. يا سلام عليك يا جداوي، قطعت بشكل كويس قوي واستلمت الرشاقه والمرونه رنيم الجداوي. 59 16، 4 دقائق 35 ثانيه. شاهد، وشاهد النيره، كوك الدبس معاها الالفي، حطت بشمالها والمتابعه للجداوي. والجداوي حط باونس باص، ولكن النيره خدتها برجليها. يبقى 14 ثانيه جديده. بصوا الباصه، بصوا الاستلام من الجداوي. الجداوي لما بتكون فايقه بتفوق الاهلاويه. طبعا بنطمن جمهور الاهلي اللي ما سمعناش الفتره الاولى والثانيه ان ثريا الحمد لله تمام، ولكن كابتن طارق والجهاز بيريحها. تشوفوها ان شاء الله باذن الله يوم السبت اللي جاي. ادي اللي واحده كده من فريده وائل ما بتجيش، والمتابعه من كوك الدبس. نيره ودبل تيمينج، فريده واحده كده ما بتجيش، والمتابعه لدينا عمرو. وادي الفاست بريك اللي الاهلي عمله النهارده 20 مره على الاقل. فريده وائل بتسجل. بصوا البصه، بصه كده ولمحه، وادي الفاست بريك على طول لفريده وائل، وسهله سهله سهله بتسجل فريده وائل. 61 16. فريده واخده سكرين، فريده وتغيير الاتجاه. نيره ودبل تيمنج، نيره تاني ليارا، ويارا لشاهد مش مظبوطه، تيرن اوفر. والحيازه اهلاويه. ادي ثريا اهي، بصوا قاعده زعلانه ازاي، بتحب الملعب قوي ثريا. بصوا القعده جميله ازاي، وقاعده كده متضايقه. حقيقه بيكو. دينا عمرو، ما شفناش ثلاثياتي كدينا. ادي دينا عمرو سمعتني كده، يا سلام عليكي، سمعتني يا جماعه، او حد قال لها، قالت لي خد الثلاثيه يا كابتن ما تزعلش. ثلاثيه دينا عمرو كابتن الاهلي. ادي كده حد ادي كده دينا عمرو كده على الثلاثيه. يا سلام عليك يا دينا، التزام غير عادي السنه دي يا دينا. كابتن النادي الاهلي. 64 16. شاهد، مش عارف بقى مخرج اللقاء قال لها في الاربيز ولا ايه، سمعتني فعلا وعلى طول الثلاثيه. ونهايه احداث الفتره الثالثه والتقدم للاهلي 64 16. بسرعه كده هقول لك احصائيات الفتره الاولى والثانيه. قلت لك الاهلي الفتره الاولى والثانيه في ثلاثيتين لكيدو وميرال، وكلا الثلاثيه الثالثه لكابتن الاهلي دينا عمرو. الاسيست رضوى عامله 4 اسيست، ميرال اشرف عامله 2، كيدو عامله 2، ويارا عامله 2. ادي كابتن عمرو عاشور كده، وكان الله في عون الطيران طبعا بيقابل فريق كبير
اسمه النادي الاهلي. ادي الفاست بريك اللي عملته دينا عمرو. والاعداد كده اتمتع كده مع مخرج اللقاء احمد عادل. شايف كمان هنا بخيت احد بنات النادي الاهلي المنتقل للطيران كده، الف سلام عليكي يا هنا. وادي محترفه الطيران ممكن يكون عندها مشكله، او ممكن يكون الطيران بيريحها، قال لك ماتش الاهلي كده كده الماتش معروف نتيجته. بصوا الباك الاب، يا سلام عليك يا رنين، يا سلام عليك يا رنين. احلى حاجه في رنين الباسكت والضحكه اللي بعد الباسكت. ان شاء الله لقاء العوده هيكون يوم السبت ان شاء الله في صاله النادي الاهلي في نفس المكان ونفس الملعب ونفس التوقيت ان شاء الله الساعه 6 باذن الله. لسه كابتن عمرو عاشور والمحاضره النهائيه لسه ما خلصتش. بصوا كده الكابتن عمرو حتى متضايق ازاي. طبعا النتيجه صعبه قوي وكبيره قوي 64-16، انما اقول لك يا كابتن عمرو ما تزعلش، النادي الاهلي فريق بطل، فريق كبير. شايف برضو الكادر هو على الاستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي مع كابتن مودي الجرحي، اكيد بيهنيه على البطولات اللي حصل عليها النادي الاهلي في منطقه القاهره هذا الموسم. الاهلي الله اكبر عليه، خمسه وخميسه في بطولات منطقه القاهره. يا سلام عليكي يا سرعاوي، والثلاثيه كده مدويه بتقول لي خليك معايا انا يا كابتن، اتفرج على الثلاثيه. نادين السرعاوي 69-16 نيرة. كوك الدبس لنيرة تاني. فاطمة كابتن الطيران وأول نزولة ليها مش مظبوطة. 69-16 نادين السرعاوي. كابتن سويسي قال لها تسلم الكورة. بصوا نادين كده فاجئتنا بثلاثية مدوية مع أول الفترة الرابعة. ماكينة ثلاثيات نادين السرعاوي. عايز دبل تيمنج من الطيران على بيكو السرعاوي، والسرعاوي حاطط لميرال اشرف تحت السله الجايده عملوها حلو قوي. بيانو مع تحيات طارق خيري، واحد اتنين تلاته وجايده بتسجل. بصوا الباصات السريعه يا جماعه بتجيب باسكت سهل، ايزي باسكت. الباصات السريعه هي اساس كره السله في مصر. فاطمه وفاطمه اليارا، ويارا كده ثلاثيه مخطوفه خطف بتسجل يارا. 71-16 ادي بيكو. جايدة خالد ليارا، ويارا في فاول طبعا على فاطمة، باين اول فاول من هنا. صوت الخطة جايين لغاية هنا، واخد رمية اضافية. ادي واحدة كده اللي يارا خطفت الثلاثية كده في غفلة دفاعية من الاهلاوية. رمية إضافية ليارا بتسجل. اتنقلت من نادي الزمالك للنادي الأهلي الموسم الماضي. 74-19، يا ترى الأهلي هيقدر يعدي حاجز ال 100 نقطة؟ أتمنى. نيرة. ونيرة حطيتها لفريدة. وفريدة لفاطمة كابتن الطيران. لفريدة، وقفت على كورتها فريدة. لنيرة، ونهاية زمن الهجمة. اشاره على الكتف دي يعني نهايه زمن الهجمه. اكيد طبعا كلكم عارفين الاشارات دلوقتي احسن مننا. كوكي الدبس بتقول ليارا اعمل ايه؟ نعمل ايه تاني؟ ادي بيكو حبيبه بيكو، ودبل سكرين معمول من جايده ومن يارا. ادي الاختراق من بيكو، حاطط بشمالها بتسجل بيكو. فرصه النهارده الاهلي يجرب كل بناته ويديهم الثقه ان شاء الله قبل اللقاءات القوية في دوري السوبر. بتسجل. الأهلي بنبارك له، حصل على بطولة السوبر المصري أمام الجزيرة، وحصل على بطولة منطقة القاهرة لكرة السلة. مبروك للأهلاوية طبعا، ودايما محققين البطولات. فاطمة، أدي فاطمة ولسه الطيران يا جماعة كلهم بيلعبوا في مربع واحد، ده دليل على قوة الدفاع الأهلاوي. السرعاوي باصة ليارا، ويارا الميرال
السرعاوي. يلا يلا يلا، ماكينة ثلاثيات اسمها نادين السرعاوي، نجمة كبيرة نادين السرعاوي، عروسة النادي الأهلي. بصوا الثقة يا جماعة، بصوا الستايل، بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، بصوا الثلاثية. فاطمة، وفاطمة الاختراق حطتها لنيرة. نيرة، نيرة لسه بتفكر، لفت لفة واثنين وثلاثة وأربعة ومش لاقية الحلول، حطتها للدبس، كوك الدبس، علقت كورتها ونهاية زمن الهجمة للمرة الثانية في أقل من 30 ثانية. الحلول مش موجودة. 79 19 أهلي. كابتن السويسي هيسلم كرة لجايدة. حبيبة بيكو، يارا لبيكو تاني. مرال أشرف، عايزين نشوف ثلاثياتك يا مرال. قال ثلاثية مرال ما بتجيش، والمتابعة لمصلحة الطيران. حاولت فيها يارا ولكن خرجت أوت سايد. كابتن محمد الأمير بيسلم الكرة لمريم وائل. نيرة، نيرة، كوك الدبس سكرين ما بتجيش ويرى المتابعة. الجهاز الفني للأهلي كابتن طارق خيري دفع بالثلاث ناشئين تحت 18 سنة، حتحوت وكيدو والألفي، الثلاثة في الملعب. قلت لك النهارده فرصة يجرب كل الأوراق. برضه الماتشات اللي فاتت شفنا لعيبه كتير من الاهلي، هناء واكثر من لعيبه من 20 سنه كانت موجوده في تشكيله النادي الاهلي. فاطمه ياسر، كيدو العقل المدبر لفرقه المرتبط، حطت واحده ليارا، ويارا مخالفه المشي بالكره. فاطمه ياسر هي وحتحوت والالفي عاملين دوري المرتبط كما ينبغي، عاملين ماتشات ولا احلى ولا اروع مع كابتن ماجد سلامه. مستقبل بنات الاهلي في خير ان شاء الله. ادي نيره ما بتجيش، والمتابعه لكيدو، وتغيير الاتجاه من كيدو، عايزه فاول، خدت الفاول. فاطمه ياسر كيدو، خدت الفاول، ما تزعليش يا كيدو، زعلانه قوي كيدو، كانت عايزه تعمل هجمه. ادي تغيير الاتجاه ولكن الفاول، بصوا على رجلين كوك الدبس اليمين، الفاول على رجلها اليمين. وفي الإعادة إفادة. هتحوت الاختراق، هتحوت واخدة الفاول، لا ما خدتش الفاول، لا خدت الفاول. أنا هتحوت متميزة بالاختراقات، رميتين لهتحوت. لا ده فاول ليارا. 79 19 بتسجل الأولى 80. يلا يا أهلاوية شدوا حيلكم شوية، عايزين المية. بتسجل التانية 81 19. كوك الدبس على التنفيذ. مريم وائل، ودي واحدة ثلاثية ما بتجيش، والمتابعة ليارا. فاطمة ياسر، وادي الفاست بريك جامدة حبتين، انما جابت الله عليكي الله عليكي يا هتحوت، جابتها كده صعبة قوي وعملتها واحدة خلفية هتحوت وبتسجل نقطتين. ادي الباصة من كيدو، بصوا صعبة قوي قوي جابتها كده، يا سلام عليك يا هتحوت، يا سلام عليك يا بنتي مستقبل النادي الاهلي هتحوت. ادي هجمة لكوك الدبس بتسجل 83 الاهلي 21 الطيران. ادي واحدة تانية لفاطمة ياسر، لا 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 لا، بصوا الباصة كلاكيت تاني مرة من فاطمة ياسر، وهتحوت وبتسجل، حافظين بعض يا جماعة. 85 21. فاطمة، وفاطمة لشهد، لكوك الدبس، وكوك حطتها لشهد، معاها فاطمة. ما بتجيش، والمتابعة لجايدة. اتفرج بقى على الفاست بريك، ادي جايده، جايده قالت لك العب انا، حطيتها للالفي والالفي بتسجل. ملك الالفي بنت النجم الكبير كابتن ايهاب الالفي 87 21.
شهد وشهد اليارا. يارا مسافات المتوسطه بتسجل نقطتين يارا 87 23. الالفي حتحوت اختراق من حتحوت، بتحب الاختراقات قوي الله على الباصه، اسيست روعه ولكن في فاول حاسب الكابتن محمد الامير 3 دقايق 58 ثانيه. انما حتحوت وكيدو والالفي ان شاء الله ان شاء الله مستقبل السله النسائيه في الاهلي. 87 23 وباقي دقيقة 46 ثانية. يارا جابتها واخدة فاول. اعتقد صعب نعدي ال 100 خلاص. ممكن نوصل حاجة و90. ماشي. يارا على التنفيذ بتسجل الأولى. بتضيع التانية. المتابعة لكيدو ولكن واخدة فاول. ثمانية وثمانين تلاتة وعشرين دقيقة وعشرين ثانية. أفكركم لقاء العودة إن شاء الله هيكون يوم السبت الساعة 6 في ملعب النادي الأهلي، قناة النادي الأهلي إن شاء الله هتنقل لكم برضه. رميتين لفاطمة ياسر. كيدو بتسجل الاولى. كيدو دفعه قويه جدا 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 لبنات النادي الاهلي اللعب مع الفريق الاول طبعا مطلوب جدا هذا الكلام. وبتسجل الثانيه 90 23. مريم وائل. وائل حطتها لفاطمه. شاهد سكرين يارا ويارا لشاهد. قلت لك الحلول مش موجوده عند الطيران او دفاع الاهلي قوي جدا. النهارده الاهلي شكل دفاعات كتير جدا جدا على الطيران. ادي يارا كده مع نهايه زمن الهجمه والمتابعه من كوك الدبس وبتسجل كوك الدبس. مميزه كوك الدبس من الطيران. اكتوبر والجزيره واخيرا في الطيران. ادي جايده خالد وادي الاختراق وشمال جايده خالد بتسجل واخده فاول برمي اضافيه. جايده خالد 92 25 ورمية إضافية لجايدة خالد. النهارده برضه بيغيب عن النادي الأهلي تمارا نادر السيد. إجهاد شوية كده بقول لك عاملة لقاءات روعة الروعة في منطقة القاهرة. فضل الجهاز النهارده يريحها عشان بس الجمهور يكون مطمن على سراي وعلى تمارا. 93 أهلي 25 الطيران. ومتبقي كده 30 ثانية. أدي الاختراق من الطيران. وأدي واحدة ما بتجيش انما في فاول حاسبه الكابتن السويسي. 35 ثانية و 93 25. مخرجنا كده جاب لنا ساعة الملعب، شكرا لمخرج اللقاء أحمد عادل. بتسجل الأولى مريم وائل. وبتسجل الثانية جايدة خالد. هنا حتحوت. هنا لجايدة تاني. حاطط لحتحوت. الألفي واقف عايز تشوف ثلاثية. أدي باك بيفوت كده وحاط. الله عليكي الله عليكي يا سلام عليكي يا حتحوت. عاملة كده ارتكاز وبتسجل واحدة بشمالها ولا أحلى ولا أروع. 95 الأهلي 27 الطيران. 15 ثانية. يارا قطع الكورة. يارا قالت لك اعدي انا وسكرين عاملاها جايده ويارا بتسجل 97. باقي لنا ثلاثيه يا جماعه هتبقى صعبه شويه. باقي لنا ثلاثيه عشان نقفل ال 100.
بقى 11 ثانيه و97 27. عايزين كمان ثلاثيه يا اهلاويه، الملعب هيقف يا خساره. ونهايه احداث الفتره الرابعه بتقدم النادي الاهلي 97 27. مبروك للنادي الاهلي، انتصار كبير جدا، سكور كبير جدا. هارد لك نادي الطيران، سعيد جدا جدا بوجودي معاكم في قناتكم المفضله النادي الاهلي. فريق كبير، فريق عظيم، اديله عمري وبرضه قليل. شكرا، كان معكم كابتن احمد عبد الراضي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.